خش بقى على دوري المجموعات. كابتن علاء، طبعا حضرتك تابعت النهارده القرعه، نتائج القرعه. المجموعه الاولى فيتا كلاب الكونغولي، شبيبه القبائل الجزائري، بترو اتليتيكو الانجولي، الوداد المغربي. مجموعه قويه، مجموعه قويه طبعا جدا. كمان تاني كده يا كابتن معلش. فيتا كلاب الكونغولي، فيتا كلاب عندك شبيبه القبائل الجزائري، بترو اتليتيكو الانجولي، وداد. والوداد المغربي. لا مجموعه قويه جدا وصعبه جدا، و صعب اتكهن مين ممكن يعدي منها، واكيد طبعا المرشح الاول الوداد. لكن لا، في ثلاث فرق مولعين جدا يا ايمن، ودايما في مقدمه فرق افريقيا. فاعتقد بترو اتليتيكو كمان صعب جدا كمان. فاعتقد ان لا، المجموعه دي ممكن اقول ترشح مين؟ صعب. ممكن الوداد. الوداد معاه بترو ولا شبيب القبائل؟ فيتا كلاب يعني بترو. بترو اتليتيكو. بترو اتليتيكو. طيب كابتن اسامه، المجموعه الثانيه القطن الكاميروني، الهلال السوداني، صن داونز جنوب افريقي، والنادي الاهلي. صن داونز على طول معانا خلاص بقى من وانت مغمض. مجموعة متوازنة جدا. اعتقد انه الاهلي وصن داونز يعني خبرتهم وبطولاتهم والادوار اللي بيوصلوا ليها اقرب كتير من الهلال السوداني والقطن الكاميروني. لكن ده لا يمنع انه المجموعة مش هقول صعبة قوي، لكن مجموعة معقولة. لكن في ماتشات برضو مع الهلال السوداني هتبقى مش ماتشات سهله، مع الاهلي مش هتبقى سهله طبعًا. ولكن ارشح طبعا الاهلي وصن داونز من المجموعه دي. طيب كابتن عادل، المجموعه الثالثه فايبرز الاوغندي، سيمبا التنزاني، هوريا كوناكري الغيني، والرجاء المغربي. اولا طبعا الرجاء هيتصدر المجموعه ودي سهل جدا. انا متهيألي دي اسهل مجموعه. وحركة صح؟ المجموعه دي كلها تصنيف ثاني. ما ينفعش تصنيف اول. يعني لا معانا الرجاء طبعا. الرجاء ممكن تصنيف ثاني يا كابتن. كويس. سيمبا برضه كويس. وسيمبا التنزاني كويس. سيمبا كويس لكن حرق اعلى شويه. طيب المجموعه الرابعه كابتن بلال، المريخ السوداني، شباب بلوزداد الجزائري، الزمالك المصري، والترجي التونسي. دي شبيهه للمجموعه الثانيه اللي فيها الاهلي. يعني قريبه الفرق، يعني الفرق فيها برضو فرق جيده. مريخ السوداني الحقيقه البطوله اللي فاتت كان عامل ماتشات حلوه جدا جدا، كان بيلعب بره ملعبه. الزمالك والترجي برضو يعني كلاكات زي الاهلي وصن داونز نفس الموضوع. وشباب بلوزداد يعني ترشح مين كده؟ اتوقع الترجي والزمالك، يعني اتوقع الترجي يصعد والزمالك من المجموعه دي. كابتن عادل، انت قلت الرجاء مع هوريا كوناكري. طيب الكابتن بلال قال الزمالك مع الترجي التونسي. الترجي الترجي والزمالك ممكن يصعدوا الاثنين. يعني هم دول من وجهه نظرك اليوم الافضليه؟ يعني الاوقع طبعا. الاوقع دول الاوقع. بالظبط، يعني الاوقع يعني ممكن. هم دول الفرقتين اللي ممكن يكونوا عندهم الكواليتي والامكانيات. بص يا ايمن، هو كل واحد بيتكلم، كلنا احنا اربعه بنتكلم على اساس الورقه اللي قدامك وعلى اساس الفرق. صحيح. لكن ساعه المباريات طبعا ما تعرفش ايه اللي هيحصل. وما شفناش الفرقه الثانيه يا كابتن علاء لسه، ما اتفرجناش على البدايه بتاعه الفرقه الثانيه. لا لا، مش جاي بقول لك ما تعرفش كل فرقه عملت ايه خلال الموسم ده او المواسم اللي فاتت. صحيح. التدعيم كان ازاي؟ هتلاقي في مباريات صعبه جدا، مثلا انا متخيل مباراه الاهلي والقطن الكاميروني بره مباراه صعبه جدا. يعني اسامه عارف، احنا رحنا لعبنا هناك قبل كده، مباراه مش سهله. فاكيد الهلال السوداني والهلال السوداني يعني كل فريق، لكن معاه بتبقى صعبه جدا. بالظبط. لكن هو انت اول انت بتلعب على ايه؟ يعني هو النادي الاهلي ماشي، كل احترام لكل الفرق، بس انا كل الفرق دي مرحب بيكم، انا بلعب على بطوله طبعا. صح. عشان تكسب بطوله ما يهمكش حاجه، ماليش دعوه بالفرق. صح. كل احترام ليهم، لكن انا ليا هدف معين. صح. نفس الكلام على كل الفرق اللي بتفكر فيه انك تفوز بطوله. لكن المجموعات يمكن اسهلهم شويه، المجموعه اللي عند عادل اللي هي الثالثه اسهلهم شويه. حتى مزبوط. عادل يعني نقى اثنين هم دول اقرب، لكن هي اسهلهم شويه. صحيح. لكن بقى المجموعات لا. صحيح. بس المجموعه الاهلي القطن والهلال وصن داونز والاهلي، يعني مش هتلاقي كلهم بيخبطوا ببعض. يعني هتلاقي اللي هيوصل اللي هيوصل ممكن يوصل ب 10 بونت او 9 بونت بالكتير. يعني وفي فرقه ممكن بقول لك توصل ب 7 بونت. اسهلهم المجموعه اللي هي طبعا الثالثه. طيب